أهلا بكم مجددا. يشهد ريف حماة الشرقي حوادث انفجار ألغام بسيارات مدنية راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى، وكان آخرها مقتل 18 شخصا في محيط وادي العذاب شرقية السلمية، معظمهم من العمال في المجال الزراعي. وتعتبر مخلفات الحرب من أكبر التحديات في سوريا، حيث تحصد يوميا مزيدا من أرواح السوريين في مناطق مختلفة، تحديدا مناطق سيطرة النظام. أحمد عاصي والتقرير التالي. من بين أوجه الموت الكثيرة التي تعصف بالسوريين من كل حدب وصوب، يطل الموت بالألغام ومخلفات الحرب حاصدا أرواح عشرات المدنيين أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم، أو ربما تحركهم في قراهم وبلداتهم بعد أن تحولت سوريا إلى ساحة حرب لأكثر من 10 أعوام. ريف حماة الشرقي سجل العدد الأكبر لضحايا الألغام المتفجرة، وما زالت الأخبار تتوالى من ريف مدينة السلمية مسجلة 3 حوادث خلال الأيام 10 الماضية، كانت حصيلتها أكثر من 20 قتيلاً ونحو 30 جريحاً، جلهم من النساء والأطفال. التفاصيل الواردة من تلك المناطق اقتصرت حتى الآن على أعداد الضحايا، وأشارت إلى أن معظمهم من العمال الزراعيين والمزارعين، ولا وضوح أكثر حول طبيعة المنطقة التي تنفجر الألغام فيها أو الجهة التي عملت على وضعها وتحويل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى مصدر للموت بعد أن كانت مصدرا للرزق. ضحايا مخلفات الحرب تمتد إلى مناطق مختلفة في سوريا، حيث بلغ العدد في آخر إحصائية للشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 2600 قتيل منذ عام 2011، بينهم نحو 600 طفل، ما دفع الأمم المتحدة لتحذر من أن أكثر من 10 ملايين سوري مهددون بخطر المخلفات. واللافت أن من يعيش في مناطق النظام مهدد أكثر، فالدفاع المدني في شمال غربي سوريا يعمل على تخفيف هذا الخطر من خلال مجموعات متخصصة، بعكس مناطق النظام التي تشهد إهمالاً وعدم مبالاة بحياة المدنيين. للنقاش معنا من إسطنبول محمد سامي المحمد، منسق برنامج الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري، كما ينضم إلينا من أوربرو في السويد محمد حسن العايد وهو صحفي سوري. سيد سامي مرحبا بك. في عام 2020 أي العام السابق كانت سوريا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة ضحايا الألغام، هل لا زالت تحتل المرتبة الأولى خلال هذا العام؟ ما هو واقع الألغام في سوريا؟ تحياتي أستاذ عمان، تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. احتلت سوريا بجدارة المرتبة الأولى مع الأسف بهذه الإحصائية العام الماضي عام 2020، وهي معرضة أو قابلة للاستمرار باحتلال الصدارة خلال السنة القادمة 2021 بسبب عدم جدية، وخاصة عم نحكي نحن عن المناطق اللي تحت سيطرة النظام. ما في أي جدية بموضوع التعامل مع مخلفات الحرب. طبعا بعض منظمات المجتمع المدني في الشمال السوري، منها الدفاع المدني وكثير من المنظمات الثانية، عم تساهم بشكل أو بآخر بنشر الوعي الخاص بمخلفات الحرب. هذا الأمر غير موجود لحد الآن في كثير مناطق سورية اللي هي أغلبها تحت سيطرة النظام. ما في أي جدية للتعامل مع هذه الأزمة نهائيا. هناك أمان مقنع غير حقيقي عم يدفع الناس والمدنيين لأنه يعني يعودوا إلى العمل في أراضيهم. كثير من حالات الموت اللي حكيتوا عنها هن رعاة أغنام، حتى يعني كانوا فيها مناطق مثل وادي العزيب، مثل شرق مدينة سلمية، شرق مدينة حماة، أدى اقتحام لبعض الأراضي اللي شهدت صراعات سابقة خلال السنوات الماضية إلى التعثر ببعض الألغام اللي مزروعة بشكل عشوائي بهمجية غير عادية. يعني بالعادي بتم زرع الألغام ضمن خرائط محددة، مع الأسف هذا الشيء ما موجود حاليا بالوقت الحالي نهائيا في الصراع الدائر. فما في أي خطة ولا في أي خريطة توضح أماكن تواجد هاي الألغام، لهذا السبب عم يكون في زيادة بعدد الضحايا يوم بعد يوم. وإذا ما في أي وقفة جدية بهذا الأمر
أمام هذا الأمر فنحن معرضين لزيادة عدد الضحايا أكثر وأكثر. رغم سأبقى معك سيد سامي، رغم أن النظام وقع مع الأمم المتحدة في عام 2018 اتفاقية للتعاون بشأن نزع الألغام، على متى نص الاتفاقية وعلى ما يبدو النظام لم يلتزم ببنود هذه الاتفاقية؟ النظام هو غير موقع على معاهدة حظر الأسلحة، حظر الألغام والأسلحة العنقودية، وهو غير عضو بهذه اللجنة. ممكن يكون في وقع على تعاون، ولكن ما في جدية نهائيا بهذا الأمر نهائيا. يعني نحن سمعنا عن فرق سيتم تدريبها من قبل الأمم المتحدة لحتى تقوم بعملية إزالة المخلفات الحرب نتيجة الصراع اللي دار بسوريا من 10 سنين اليوم في مناطق سيطرة النظام، وضمن كوادر بيحددها النظام، ولكن مع الأسف ما شفنا هذا الشيء نهائيا. يعني اليوم نحن متابعين للشأن، خلينا نقول للصراع في كل دول العالم، في ليبيا في جدية بهذا الموضوع، في تحركات لإزالة مخلفات الحرب، في اليمن بالرغم من أن الحرب لحد الآن ما انتهت في جدية وفي عمل لإزالة مخلفات الحرب أو التوعية منها، في العراق حتى على مستوى حكومة كتير كبير، إن كان في الموصل وإن كان في الأنبار وإن كان في عدة محافظات عراقية، عم يتم بشكل جدي التخلص من مخلفات الحرب. ما عدا الجانب السوري لحد الآن ما عم نشوف أي شيء على أرض الواقع، والعدد الضحايا هو عم يدل على هذا الأمر. نعم، أنتقد يعني يدل أنه ما في أي تحرك حقيقي على الأرض بموضوع مخلفات الحرب. نعم، أنتقل إلى محمد حسن العايد. محمد، مرحبا بك مجددا، حبذا لو تعطينا معلومات إضافية عن الأماكن التي تكثر فيها هذه الألغام وهذه المخلفات. مرحبا همام، مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. بالبداية أود التنويه أنه اليوم ريف حماة الشرقي أو ريف سلمية المنطقة الشرقية، هناك مناطق الخلايا المتواجد فيها التنظيم، لكن في مناطق الجبهات التي كانت مشتعلة بين التنظيم وقوات النظام وميليشياته الرديفة في وقت سابق، كان هناك أيضا زراعة ألغام من الطرفين لكي يحموا أنفسهم من الهجمات المباغتة. لكن اليوم عندنا تفجيرات عم تصير بمناطق النظام اللي مسيطر عليها بشكل كامل، لا سيما مثلا قرية أبو لفة، منذ أيام في شباط الفائت تم انفجار لغم وذهب ضحيته 3 مدنيين. هذه القرية لم يدخل إليها تنظيم الدولة أطلاقا، لا بوقت سابق ولا بوقت لاحق أيضا، يعني ما كان فيها غير جنود النظام وهن اللي أو بالأحرى الميليشيات الدفاع الوطني اللي تابعة بشكل شبه مباشر لميليشيات الحرس الثوري الإيراني واللي بقودها محمد فاضل وردة. طبعا إذا يمكن القول إن الإيرانيين يتسببون بانفجار هذه الألغام وبحصد المزيد من الضحايا في سوريا. الميليشيات اليوم بدها تعتاش وبدها تستمر وبدها مبررات لبقائها، لأنه بعد ما انتهى التنظيم بالمنطقة نوعا ما صار بدها مبررات للبقاء، وبنفس الوقت مشان تسلب وتنهب كذلك الأمر، فهي تعتاش على هذه التفجيرات، تعتاش على هذه الأمور. فينا نقول أنه نعم الإيرانيين بدعمهم الكبير للميليشيات الدفاع الوطني المحلية برئاسة محمد فاضل وردة وحسين أبو حبلة وأشخاص آخرين من أبناء المدنية أبناء السلمية، أو بالأحرى ما فينا نسميهم أبناء السلمية لكن هن يعني تبعيتهم للنظام بشكل تشبيحي، فهؤلاء هم اللي مسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر على زراعة هذه الألغام. الألغام متواجدة مناطق أيضا فيها تنظيم، ما فينا ننكر هذا الأمر، تنظيم يعتمدها السياسي، إحنا ما بدنا نبرئه، لكن فينا نستأل إنه لما منطقة رسم الأحمر الأسبوع الفائت بشباط الفائت تم انفجار لغم روح أكثر من 18 فردا أيضا، هذا غير الانفجار الحديث. طيب لما نسأل إحنا إنه هذه الكمية الكبيرة وشو هذا اللغم الفردي، هو ليس لغم فردي وفق المصادر اللي إحنا نتواصل معها، هي مضاد دبابات، هذه المضادات لا تملكها إلا قوات النظام والميليشيات الطائفية التابعة له. إذن من هنا بدنا نرجع نسأل كثير، ممكن نشوف مع الباحثين المختصين أو كل ذي عقل إنه نسأل عن هاي الأمور، راح يبين معنا إنه في تورط لهذه الميليشيات. هذه الميليشيات عم ترتكب اليوم جرائم كثيرة مشان شرعن وجودها، عم تعتمد نظام السلب والنهب، عداك عن موضوع التفجيرات والألغام اللي هي للأسف يعني عم تتكاثر بالأخص في هذا الموسم، موسم التقاط الكمأة واللي هو معروف لدى السوريين بشكل عام، أبناء الريف أبناء المدن بيذهبوا كورش مجموعات بشرية عائلية. انتبهنا أن التفجير الأخير أغلبه نساء رايحين يلتقطوا هاي الكمأة ويتعايشوا منها فتم الانفجار، وهذه المناطق لما عم يروحوا هن هي ما فيها تنظيم دولة،
هي منطقة تخضع لسيطرة النظام، فليش عم يصير هاي التفجير؟ ليش هاي الرعب اللي عم يصير؟ في سياسة ممنهجة وفي تشريع من الإيرانيين. يعني احنا في الأمور مرتبطة ببعضها. منذ أيام أيضا كلنا نعلم أنه 400 رأس من الغنم وثلاث رعيان غنم قتلوا، ونفذ اثنين أو بقيوا على قيد الحياة وجرحى. قتلوا من قتلهم في منطقة قرب الرهجان التابعة لمنطقة السلمية، قتلهم أيضا الميليشيات. لماذا؟ لأن هؤلاء يتبعون اليوم نظام تشريع عقائدي ديني من أتباع المذهب الاثنى عشر الإيراني الفارسي بين ألف قوس، اللي هن بشرعوا لهؤلاء الميليشيات في القتل والنهب والسلب من أموال البدو وغيرهم. فنلاحظ أن هناك عمليات انتقامية وبنفس الوقت عمليات كما نسميها بالعامية تشويل وسرقة الذي يعتمدونها في المنطقة. فمن هنا يعني يضطرنا أنه في تورط بشكل مباشر أو غير مباشر لقوات النظام السوري في أبناء السلمية أنفسهم بيعرفوا هذا الموضوع، الميليشيات المسيطرة، الدفاع الوطني وال اللي تابع على الإيرانيين بشكل مباشر. يعني أنا بالنسبة إلي وفق تحليلي وفق دراستي وفق الأبحاث والأمور اللي عم نتواصل فيها مع مصادرنا المحلية لها دور كبير في ذلك. عداك عن عدم جدية النظام السوري في إدخال الدفاع الوطني أو أي أو الدفاع المدني اللي نسميه تابع للنظام أو أي جهات مدنية أخرى في إزالة هذه الألغام. يعني من هون إحنا نبين معنا أيضا أنه النظام أيضا يريد عقاب أبناء المنطقة. النظام أيضا لا يأبه لهؤلاء المدنيين أو لأرواحهم إطلاقا. هذه الميليشيات اليوم تعتاش على ما تقوم به من هذه التفجيرات وغيرها من أجل بقائها واستمراريتها. ونبينا نعلم أن هذه الميليشيات تعتمد على موضوع السرقة. نعم. سيد سيد سامي، هل لديك أي أرقام أو إحصاءات عن ضحايا الألغام منذ أن بدأ استخدام هذا التكتيك في الأعمال العسكرية من قبل الأطراف؟ في إحصائية حقيقية لدى الدفاع المدني بهذا المجال تحديدا بصراحة لا يوجد، ولكن في أعداد كبيرة من المدنيين تعرضوا للقتل بسبب مخلفات الحرب، إن كان في الشمال السوري أو حتى في مناطق سيطرة النظام. طبعا ليس فقط من الألغام، في عنا عدة مخلفات هي قاتلة، أهمها القنابل العنقودية بشكل بتحديد بشكل محدد. يعني القنابل العنقودية كانت خطرها يكون أكبر من الألغام الأرضية حتى. طبعا الألغام الأرضية نحن عم نحكي هون عن الألغام العسكرية المضادة للدروع والمضادة للأفراد. ولكن أنا أقول لك أنه الأعداد بانخفاض في مناطق الشمال السوري بانخفاض كتير ملحوظ، لأنه حملات التوعية ما عم توقف نهائيا بهذا المجال. طيب في هذا السياق، طالما الكلام عن مناطق الشمال من قبل حضرتك، ما الآلية التي خصصتموها لنزع الألغام ومخلفات الحرب، وإلى أين وصلتم في هذه المسألة؟ مع الأسف يعني نحن بشكل دائم ومتكرر. يعني في بعض مناطق ندخلها عدة مرات للتعامل مع الذخائر غير مفجرة، لأنه بصراحة القصف ما وقف في بعض في كثير من المناطق الحدودية أو بين مناطق سيطرة المعارضة ومناطق سيطرة النظام. لحد اليوم نحن من خلال 4 سنوات لليوم قمنا بإزالة حوالي 23,000 ذخيرة غير منفجرة تم التخلص منها عبر تفجيرها في المكان. الآلية تبعنا هي قامت على تدريب فرقنا للتعامل مع أنواع محددة من الذخائر اللي هي الأكثر انتشارا اليوم على الساحة في الشمال السوري. نحن عم نحكي عن قنابل عنقودية، عن القذائف المدفعية، عن الصواريخ الأرض أرض مثل صواريخ جراد، عن كثير. يعني في حال واجهتنا بعض الألغام الأرضية عندنا استراتيجية محددة نحن لحتى نتعامل مع المناطق اللي مزروعة بالألغام. طبعا نحن عندنا غير فرق الإزالة في فرق مسح تعتمد على المسح الغير تقني لزيارة القرى بالكامل. يعني نحن عم نحكي ما عم نحكي عن قرى فقط تعرضت للقصف، نحن في عندنا قرى ممكن شاكين انه تعرضت للقصف، فنحن بنقوم بزيارة هذه القرى للتأكد من خلوها من الذخائر، أو في حال وجود الذخائر نقوم بتعليم الأماكن الملوثة وتحديدها كمناطق ملوثة، ترفع الخرائط إلى فرق الإزالة لحتى يتم التخلص. بالتوازي مع العمليتين
عندنا دائما جلسات توعية متكررة خلال السنة الماضية، قمنا بأكثر من 700 جلسة توعوية في الشمال السوري، استهدفت المخيمات، المشافي، الجامعات، المدارس بشكل خاص، الأسواق. يعني تم استهداف حوالي 13,000 شخص وتدريبهم على موضوع التعامل مع مخلفات الحرب. نحن عم نحكي عن سنة واحدة فقط. منظمات فرق أخرى في ضمن الدفاع المدني أيضا هي موكلة أن تقوم بعمليات التوعية من إزالة مخلفات الحرب. يعني الأمر لا يقتصر فقط على فرق الذخائر، جميع فرق الدفاع المدني تقوم بعملية التوعية لمخلفات الحرب. الناس صار عندها وعي شبه جيد ومعلومات شبه جيدة عن الذخائر بشكل عام، بحيث أنه الحمد لله صار في تجاوب كثير كبير. الناس صارت تستدعي فرقنا على أي نوع ممكن أو أي جسم ممكن تحس أنه غريب، وهذا شيء كثير جيد. حتى لو ما كان ذخيرة، يعني ما عندنا أي مشكلة نحن. المهم أنه الناس يكون نحس أنه هذه الناس عندها صار وعي لخطر هذه الذخائر غير المنفجرة، فقل عدد الحوادث بشكل كثير كبير. بس في نقطة معليش بالنسبة لموضوع اللي حكاه الأستاذ محمد، في مدينة في الشمال، في ريف حماة الشمالي، من يومين أيضا حصل انفجار في أحد الجرارات الزراعية، انفجار لغم أرضي أدى إلى مقتل صاحب هذا الجرار في مدينة كفر زيتا. صار في عدة حوادث أيضا وهي مناطق تحت سيطرة النظام اليوم. صار حوادث متكررة خلال السنة الماضية لعمال زراعيين انفجرت فيهم قنابل عنقودية ألقاها النظام على المدينة ولم يزلها ما في أي جدية نهائيا بتوعيد حتى المدنيين أو منعهم من دخول هذه الأماكن اللي هي ممكن تكون موقوعة ولوثة بالذخائر. كي وزع الدور بإنصاف، أختم معك محمد حسن العايد بدقيقة واحدة. كنت تتحدث لي عن عدم جدية النظام في نزع الألغام ومخلفات الحرب حتى على صعيد أن يكتب تحذيرا هذه المنطقة ملغمة، كيف تتابع هذا الموضوع؟ وهل يوجد يعني أي نقطة جديدة في من خلال متابعتك؟ يعني خلال متابعتنا احنا بنعرف النظام هو أكبر نظام دموي يعتاش اليوم على دماء السوريين وعلى مآسيهم وعلى ما يصيبهم أيضا. بتوقع أن أيضا النظام السوري هو عم يتقصد هذا الشيء كعقوبة لأبناء السلمية اللي شاركوا بالثورة السورية أيضا. هن لهم يعني في طيف واسع من أبناء هاي المدينة هن من أنصار الثورة السورية. النظام أيضا يعني لم يفعل ولن يفعل أي شيء تجاه هذه المنطقة، لأنه ما سبق وعمل هيك بمناطق أخرى، اللي حتى في الغوطة، حتى في ريف حمص الشرقي، حتى في مناطق أخرى. النظام اليوم فقط هدفه السيطرة، وهو يتبع بشكل كامل للميليشيات الإيرانية اللي هي السيطرة، ويبدو النظام ما عيمون على حاله إطلاقا، واللي عم يدفع الثمن هو أبناء المدينة وأبناء الريف اللي فيها هاي الألغام واللي فيها هاي الميليشيات اللي عم تغذي هاي الألغام واللي عم تزودها. أبرزهم الإيرانيين، أبرزهم الميليشيا الإيرانيين اللي عم ينقذ رائع طائفية دينية يبررون لهم القتل إلى هنا ويبررون لهم كل ذلك. نعم، إلى هنا أشكرك جزيل الشكر الصحفي السوري محمد حسن العايد، شكرا لك على المعلومات، كنت معنا من أوربرو في السويد. أشكر أيضا منسق برنامج الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري محمد سامي المحمد، كان معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا لك سيد سامي. مشاهدين أشكركم أيضا على حسن المتابعة، تابعونا على سيريا دوت تي في، لكم مني وفريق العمل أطيب تحية، إلى اللقاء.